قد يبدو لك هذا المتجر من الخارج متوسط الحجم، ولكن بمجرد دخولك إليه ستكتشف بأنها تصنع هنا إحدى ألذ وأشهر كيكة المناسبات العامة والخاصة بالمنطقة الشرقية حسب إحصائيات الطلب والحجوزات على الموقع، وبإشراف مباشر من مصممة الكيك آلاء الحواج. كانت عندي مناسبة خاصة في البيت، عيد ميلاد بنتي، وكان إنه أدور عن ديزاين أو فكرة معينة للكيكة. وقتها ما كان متوفر مثل هذه الأفكار بالسوق. بما أن لما قعدت أدور وأبحث إنه كان الموضوع شبه سهل وبمتناول اليد، فيلا ممكن نجرب ليش لا، إحنا خسرانين شيء. فحصلت محل واحد أذكر بالدمام هو اللي كان يوفر مثل المواد هذه والأدوات اللي أحتاجها بإني أسوي هذا القالب، وضبطت والله وياي. يعني شرينا المواد وشرينا الأدوات وسويناها في البيت. لما جو المعازيم تفاجأوا إنه كيف ومن وين وما أدري إيش، لا والله أنا اللي مسويتها. فصار إنه ليش ما تبدين بزنس من البيت، فليش لا يعني، وخصوصا إنه كان وقتها أنا على وجه تخرج من الجامعة. في مصاعب وعقبات كثيرة أثناء التأسيس. إحنا خلينا نبدأ مثلاً من أزمة كورونا. إحنا أول ما فتحنا الحمد لله وشفنا الشغل كيف ماشي والأمور طيبة، التسرع هذا اللي موجود الحين عند الشباب إنه خلاص ما يشوف مشروعه ماشي قام يلا قدم استقالة واطلع من وظيفتك. وهذه من أكثر الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، لما شفت الوضع أوكي وماشي قدمت استقالة على أساس أنه أتفرغ يعني بشكل كامل للمحل. بدأنا مرة ثانية من الصفر، شلنا أغراضنا رجعنا اشتغلنا من البيت على أساس أنه نغطي التكاليف هذه اللي صارت علينا، لدرجة أني عادي كنت أضطر أنه أحضر الطلب بنفسي مثلا في البيت وأرجع أوصل. طبعاً نفتخر اليوم بأن محل كيك آلاء هي الوجهة الأساسية والأولى لمعظم العملاء في المنطقة الشرقية. للآن أنا أشرف بنفسي على كل الطلبات، يعني بالرغم من وجود عمالة عندي، بس لازم خلينا نقول التتش أو لمسة آلاء لازم تطلع على كل طلبية تطلع من عندي في المحل.